نروح دلوقتي للأستاذ محمود صبري الناقد الصحفي الرياضي الكبير ومدير تحرير الأهرام. تحياتي لك يا أستاذ محمود. أهلا بيك يا كابتن أسامة، أهلا بالسادة المشاهدين. إيه رأي حضرتك في المشهد الحالي بعد إعلان روي فيتوريا النهاردة قائمة المنتخب واستدعاء رباعي النادي الأهلي، والنادي الأهلي عنده مهمة وطنية ومباراة تعتبر مباراة بطولة النهاردة وبتمثل مصر ما بتمثلش النادي الأهلي إنها السوبر الأفريقي؟ طبعا في البداية حضرتك أنا متابع لكل الكلام اللي حضرتك بتقوله، وأنا شايف إنه اتحاد الكرة في موقفه مش ما عندهوش المبرر الواضح والصريح، لأنه الأهلي كان بيبحث عن جزء واحد فقط في هذه المسألة من وجهة نظري، هي جزء التقدير. التقدير المبني على ما سبق، ودايما الأهلي بيضع مصلحة الوطن ومصر رقم واحد حقيقي، واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وبعد كده يجي أي حد. وده كلام مش محتاج لا مزايدة ولا محتاج يعني يتقال فيه كلام وتقال فيه قصص، لأنه خلاص لأنه الأهلي جزء من مصر. يا جماعة الناس بتحاول تاخدنا دايما في سكة هو العربية ولا مش عارف مين ولا الفرخة ولا البيضة، كلام اللي احنا بنقوله في المواقف ليه؟ لأن كل واحد بيدور بيدافع عن مصالحه بشكل أو بآخر. الأهلي سعى بطرق ودية شرح وجهات النظر المختلفة، وكان يتوقع من اتحاد الكورة مش من فيتوريا. ليه؟ لأنك لما تيجي تقيس المواقف الماضية يا كابتن أسامة هتلاقي تقول لك إيه؟ واتفق فيتوريا مع فيريرا. أيوه. وتفاهم في المرحلة، فقرر ترك لاعبي الزمالك للمشاركة في دور 64 أمام إلكت تشادي ومباراة كأس لوسيل اللي شفنا الأحداث بتاعتها. طيب ما هو تم الاتصال ما بين كولر وبين فيتوريا، لماذا لم يتفقا؟ على ايه؟ على مع كامل احترام مباراه مع اثيوبيا، خلاص انت خلاص حققت المأمول. دع بقى يعني ايه، عاوز اقول لك ايه؟ يعني انا شلت واستحملت وما اتكلمتش. انا رحت كاس العالم واتقال لي في حاجات لازم كل ما يعرف يقال وعديت، ورحت كاس العالم ومش عارف مين، ولما خلصت كاس الامم الافريقيه مع في النهائي مع السنغال قال لك في طياره تنقل اللاعبين مباشره الى ابو ظبي، ما حصلش، مجرد كل كلام الامر على القاهره ومن القاهره سفروهم مره ثانيه، ما اتكلمتش، ما علقتش على الست لعيبه اللي كانوا معايا في 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 الاولمبياد في اليابان طوكيو وخسرت الدوري بالغياب ومحدش اتكلم، قال خلاص احنا نتحمل القرار وانتهى المساله. فلما يجي في لحظه انت شايف ايه؟ مباراه وبتحسم التاهل لامم افريقيا، ومباراه وديه مع منتخب تونس، وانت عارف يجي واحد يقول لك ايه؟ الله، طب ما كانش ليه النادي الاهلي خاطب الاتحاد الافريقي وطلب تعديل المباراه؟ الله، هو النادي الاهلي اللي خاطب الاتحاد الافريقي طالب بيطلب تعديل المباراه؟ في نقطه ثانيه يا استاذ محمود، يعني حتة التدرج الحمل البدني للتدريبات النهاردة وانت لعبت النادي الأهلي مريحة، وكانت دي راحة واجبة، بنشوفنا فترات وسنين كتيرة تلاحم المواسم لما جت فترة الراحة من حق لعيب النادي الأهلي تاخدها. النهاردة لازم يكون في تدرج في الحمل في فترة الإعداد حتى في المباريات الودية. إزاي النهاردة بعد كام يوم من التمرين ترجع على مباراة زي أثيوبيا وزي تونس؟ خاصة يا كابتن أسامة أنا متفق معاه، خاصة إنه المنافسين يعني أندية الدوري لسه هينطلق الموسم بالنسبة لها في نهاية شهر سبتمبر، لكن الأهلي عنده بداية مفاجأة وسريعة، ويمكن اتأجلت من بداية من الأول، راحت في 15 سبتمبر، وبعد كده كمان أنت عندك في الأيام الجاية كمان بدء الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا مع مواجهة سان جورج الأثيوبي. لكن أنا عاوز أقول إيه؟ أنا بأمانة شديدة برضه مستغرب مع كامل احترامي للأجندة الدولية والكلام الحلو ده، لماذا لم يحترم اتحاد الكورة وفيتوريا رغبة الأهلي؟ يعني إذا كان الأهلي لا يرفض ولا يتأخر ودايما يعني بيسند وبيدعم مثل هذه القرارات، أنت في مباراة تحصيل حاصل ومباراة ودية، حتى لو رغبت في تحقيق يعني بعض المكاسب عليك أن تحترم رغبات الآخرين، لو الآخرين مش هيتأخروا ليه؟ الأهلي مقبل من وجهة نظري كمتابع هناك موسم كارثي بأمانة شديدة، موسم يتعدى فيه عدد المباريات الأكثر من 65 إلى 70 مباراة الموسم الجاي، من دوري أبطال أفريقيا، من السوبر الأفريقي بشكل جديد، من السوبر مباراة السوبر الأفريقي، من كأس العالم اللي جاي، من الدوري المحلي 34 مباراة، من استكمال الكأس، من كأس الرابطة. يعني عاوز أقول يعني اين يضع اين تضع لجنة المسابقات؟ هتعمل هتدير ازاي الموسم وانت كمان عندك تصفيات كاس عالم وعندك كمان دوره الاولمبيه وعندك امم افريقيا في يناير؟ امور تدعو الى الاستغراب والدهشه،
وامر وقرار مع كامل احترامي لكل الاجنده الدوليه وكل الكلام، كان يتمنى للقطه واحده انه على اتحاد الكوره وريف وتيري ان يحترموا رغبه وقرار الاهلي في هذه اللقطه بالذات، لانه الحدث ليس جللا، ومباراه اثيوبيا ليست خطيره، ومباراه تونس ليست نهايه المطاف، فانت امامك مشوار طويل جدا انك تستعد للمباراه، ربما يكون اذا كان الجهاز الفني بياخد هذه المباراه فرصه انه هو يجهز لما سيحدث في نوفمبر، فالدوري كفيل بانه تجهز لك الناس اللي انت عايزه وتعمل مباراه قدام. بامانه شديده ها هو اتحاد الكره دائما كانت فرصه ذهبيه للاتحاد المصري لكره القدم في التجمع الحالي دلوقتي. طبعا احنا شفنا احداث اخفاء الخطاب والجاب اللي حصل الكبير جدا بين جماهير النادي الاهلي وبين الاتحاد المصري لكره القدم. طبعا كانت فرصه ذهبيه في الموقف ده، كان اتحاد الكره هو اللي لم يصلح الصوره وكانت المبادره تبدا منه في الاول. اه طب لا انا بقول لك اهو، كان بص تقدير وحيد يعني عاوز اقول لك على حاجه، كان هذا القرار بامكانه انه ينهي اشياء كثيره حدثت في الماضي، انك انت خلاص تصلح جانب من الجانب من الصوره اللي ايه يعني عاوز اقول لك اتشوهت شويه، انك انت كنت تدي فرصه للراجل بيبدا الاستعداد لموسم جديد والامور مش في حاجه، يعني عاوز اقول ايه مباراتين مش في ذات الاهميه والخطوره اللي انت شايفها. محدش ياخدنا ويودينا في سكه الاهلي ولا مصر ومصر ولا منتخب ولا النادي الاهلي، هذا الكلام دول دول هدفهم. لا خلينا بقى يا استاذ محمود، لو الناس بتتكلم في اجنده دوليه وحق فيتوريا دلوقتي انه يجمع اللعيبه ودي اجنده دوليه وحق المنتخب، طب ما كان حق النادي الاهلي في الاولمبياد وقت فتره الكابتن شوقي غريب واستدعاء خمس لعيبه من النادي الاهلي وغابوا خمس مباريات وبسببها خسر النادي الاهلي الدوري العام وقتها، وكانت ما كانتش مدرجه في الاجنده الدوليه الاولمبياد وقتها. يا كابتن اسامه انت ذكرت برضو وقعه محمد صلاح، هل احد ذكر هنا وقعه محمد صلاح ولا لما تسريب وتسرب الخبر عبر الصحافه الانجليزيه؟ الصحافه الانجليزيه هي اللي سربت الاتفاق اللي تم ما بين المسؤولين في اتحاد الكره ونادي ليفربول، سيب ونسيب. انت مالكش دعوه انا ماليش دعوه بالاولمبياد، لكن انا هسيب لك محمد صلاح في امم افريقيا اللي في الكاميرون. هنا تم الاتفاق والاتفاق بقى لذيذ ورائع ومحترم وجميل جدا، لكن لما يجي الاهلي يطلب بحاجه زي كده الكل يعتبر انه لابد ان ناخد موقف ضد الاهلي عشان ما تقولش ان الاهلي فرض نفسه عليا. يا جماعه الاهلي لا يفرض على احد شيء، الاهلي بيطلب احترام الاتفاقات. الاهلي زي ما هو ضحى ووقف وما اتكلمش وادارته كلها قالت منتخب مصر اولا وثانيا ورابعا والف ومليون، وبعد كده يجي الاهلي بعدين بمسافه، لماذا لم يحترم اتحاد الكوره ولا فيتوري؟ ولماذا الكل اغلق هواتفه والكل تخلى تنصل من مسؤولياته؟ امور بص عاوز اقول لحضرتك يا كابتن اسامه، هذه الامور رغم انها شيء يحزن ويزيد من يعني من اللي هو الصحيح ما بين الاهلي وجمهوره واتحاد الكوره من جانب، لكن ده بيدي رساله برضه لاداره الاهلي في من ناحيه اخرى، وانك انت لابد ان تستعد ويكون لديك بديل ويكون جاهز لكل هذه التصرفات، لانه تكوين منتخب مصر ومع عناصر المنتخبات الوطنيه انت بتبقى حريص، لانه 70 من 70% من تكوين المنتخبات الوطنيه بيكون من لعيبه النادي الاهلي. لا مش كره القدم، في كل شرف كبير، ده شرف كبير جدا لا يضاهيه شرف بامانه شديده، لانه ده قيمه كبيره جدا وبتدي نقله، ودي فترينه العرض اللي بتقدم لاعب الكره في اي مكان، ارتداء الفانيله بتاعت تيشيرت بلده، وده في حاجه في حد ذاتها تحترم، والاهلي لا يمكن ولا يمكن تحت اي ظرف ظرف كان يتمنى ان يكون هناك لاول مره نوع من التقدير للظروف وبدء موسم ومباراه مهمه جدا سوبر الافريقي مع فريق اتحاد العاصمه. انا على المستوى الشخصي كنت اعتقد ولكنني كان لدي ثقه انه اتحاد الكره وفيتوريا سيضربان بعرض الحائط بكل ما طلبه الاهلي في هذا التوقيت. يا استاذ محمود اخيرا اللحظه اللي وقف فيها الاستاذ جمال علام على منصه التتويج علشان يسلم فريق بيمثل مصر كان هو النادي الاهلي اخيرا امام الوداد، فاكر المشهد ده واللحظه دي؟ طبعا عشان كم تساوي من فرحه وقيمه كبيره جدا لما يكون فريق بلدك وينتزع لقب في غايه الاهميه من اغلى الالقاب في يعني في عقر يعني اشرس فرق افريقيا الوداد المغربي في مباراه نهائيه رهيبه كبيره جدا. شيء الاهلي علامه مضيئه في الكره المصريه شئنا ما بين، كل هذه الظروف تزيد الاهلي صلابه، تزيد قوه كل هذه المواقف، الاهلي تجعله ان يكون اكثر اصرار على المحافظه على ما وصل عليه في المستقبل. نشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي والصحفي الكبير استاذ محمود صبري، كان توضيح مهم جدا بشان يعني مباراة النادي الأهلي المهمة في السوبر الأفريقي. وإحنا بنتكلم يعني
يعني طبعا كل امنياتنا وكل تمنياتنا للمنتخب الوطني.